النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تم تخطيط الإصدار رقمي 121 من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة هذا الإصدار 100 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 12 شهرا تبدأ في 17 من أكتوبر 2024 وتنتهي في 16 من أكتوبر 2025، علما بأنه قد تم تخطيط الإصدار بنسبة 137%. أعلنت بورصة البحرين مشاركتها في النسخة الثامنة من أسبوع المستثمر العالمي الذي يقام سنويا، وذلك في الفترة من 7 إلى 13 من أكتوبر 2024. وضمن هذه المشاركة انضمت بورصة البحرين افتراضيا إلى 100 بورصة عالمية أخرى في فعالية قرع الجرس بهدف نشر الثقافة المالية التي أطلقها اتحاد البورصة العالمية. وتأتي مشاركة البورصة في هذا الحدث تأكيدا لالتزامها المتواصل بتعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي لدى المستثمرين من خلال التعاون مع الشركاء المحليين والبورصات العالمية. أطلقت بورصة البحرين برنامج حوافز الإدراج لسوق رأس المال بهدف تشجيع الشركات الخاصة على إدراج أسهمها في بورصة البحرين، ويهدف البرنامج إلى تعزيز دور الأسواق المالية في دعم الاقتصاد الوطني، وسيتيح البرنامج للشركات الراغبة في الإدراج في السوق الرئيسية فرصة الاستفادة من رسوم مخفضة على الرسوم السنوية للإدراج المتعلقة ببورصة البحرين والرسوم السنوية للإيداع المركزي في شركة البحرين للمقاصة. ويستهدف البرنامج الشركات في القطاع الخاص، حيث لن يشمل الشركات التي تمتلك حكومة مملكة البحرين نسبة 30% أو أكثر منها. والآن مع أداء الأسواق المالية الخليجية. تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية، وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب بنسبة 14% بخسائر بنحو 11 دولارا إلى مستوى 2665 دولار للأوقية. والآن مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.